مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سولوا الناس. في حلقة اليوم غادي نسولوا الناس واش البنية التحتية في المغرب قادرة على تحمل التساقطات المطرية. بقوا معايا. صراحة حنا كنشوفوا فيضانات بزاف ملي كتصب الشتا بزاف، وهادشي اللي نقول لك، خاص ما كاينش البنية التحتية بزاف، ديما كنشوف فيضانات فما كتصب الشتا، خصوصا كنسكن في تشارك ديك المنطقة بزاف كنشوف فيها الفيضان بزاف. المغرب انا شفت ناس في شي فيديوهات غير هاد الايام هادوي، ناس معزولين على العالم، يعني ناس كيخصو الا بغى يهود للسوق ولا عنده باش يهود للسوق تيهود على البهيمة، كيدير 8 السوايع ديال المشي و 8 السوايع ديال الرجوع. المدن راك عرفتي بين ضياء وضياء، كاينه ضياء وكاينه انا شفت البارح واحد الفيديو ديال الكريان بالمسيك، الناس دايرين السطوله والقزير تيقطر عليهم والناس عندهم الاولاد ومهدينهم باش يريبوا لهم، وما كاينش التعويض وما كاين كذا وما كاين. فاش كتصب بالشارع كلشي الزنقه كامله كتولي عامره بالماء، وما كنلقاو حنا فين غنمشيو؟ شنو هو كنولوا غاديين فوق التريطوار وبزاف ما عندنا ما نديرو، حنا راه ساكنين في المدينه وراه ما عندناش الماء بزاف، تيكون فاش تصب بالشتا بزاف كتولي الفيضانات في الدرب اخويا، راه ما نكذبش عليك. كنشوف بلي البنيه التحتيه في المغرب ما كتستحملش هاد يعني هاد الكميه الهائله من الشتا، وحنا كنشوفوا بلي زعما كل مره يعني فاش كطيح الشتا عاد هما كينوضوا ينقيو يعني، وعاد كينوضوا يقادوا الى شي حاجه خاصها تقاد، يعني خاصها شي يكون قبل من التساقطات وقبل ما نوقعوا في مشاكل وقبل ما نوقعوا في فيضانات. ما نظنش اختي لحقاش، راه كتشوف غتصب الشتا من ظل تصب راه صافي، راك شفت كيما هاد الواقع اللي وقعت هاد المره عاوتاني، جيت الشمال جيت الشمال وراه الا بقات الا صبت راه اليوم راك تشوف كتصب شويه وكتريد، الا بقات تصب تصب راه صافي راه فضيحه زعما، يعني ما كاينش شي بنيه تحتيه اللي غادي تشد هاد الشيء هذا، ما كانش شي حاجه اللي فهمتيني، كاين الغش كاين كذا ماش نقولوا كل شيء، ولكن كاين صعيبه بزاف ملي كتصب الشتا بزاف كيكونوا بزاف ديال كيبان لي انايا كاينه بزاف، تما كيبان بزاف ديال الطرقان كيكونوا عامرين بالماء، فيضانات كاينه كثير، خص تكون شي بنيه تحتيه اللي تكون مزيانه، لان لا ما يقدرش تحمل. حيت دابا البنيه التحتيه عندنا في المغرب شويه ضعيفه، سمعتي وهذا الشيء اللي كاين، المغرب شويه خاصو يتصلح شويه. وهي صراحه شان المغرب هو بلد دوله ناميه، يعني البنيه التحتيه مازال ما عندهاش القدره انها تحمل التساقطات المطريه اللي كاينه حاليا، وهذا كيبان في الفيضانات اللي كيكونوا في عديد من المدن. والمغرب صراحه دابا راه غادي زعما في تطور ملحوظ في البنيه التحتيه، شويه ما عندناش شويه، وكنتمناو سيدنا يصايب هذا الشيء كلشي وان شاء الله يتزاد المغرب. هو في الصراحه ان البنيه التحتيه في بلاد كالمغرب انها كتشهد واحد التطور كبير، بالنسبه كنشوفوا بعدا كاين في بحال كازابلانكا، كنشوفوا بالنسبه حتى هذوك ديال لي بايب اللي كيصايبوا بالنسبه الاعاده ديالهم انه كتجي مزيانه في اطار باش الناس ما يبقاوش يعانيوا من بحال المياه ديال الصرف الصحي اللي كتجي من التساقطات ولا كتجي من الانهار. ولكن كنشوفوا في حين كنشوفوا واحد حاجه اخرى بالنسبه للمناطق النائيه، انهم كنشوفوا تما كما كيوصلهم حتى شي حاجه. وسيميو انا من هذا المنبر كنشوف بالنسبه للناس اللي مسؤولين هذا الشيء انهم يشوفوا ديك المناطق النائيه اللي بعيده واللي عندها عزله انهم يقربوها ويصيبوا لها حتى البنيه التحتيه ديالها باش يكون عندنا المغرب جميل ومغرب اخضر ومغرب فيه جميع الحاجات. الاصلاحات ديال الازقه والشوارع والمسائل تيكون فيها الغش، كيجي شي رئيس الجماعه كيدير واحد السنتيم ديال الكودرون وتيحسب 15 سنتيم ديال هذا، كيمشي هو كيصب بالشتا كيمشي داك الشيء كيعاود ثاني من جديد الى اخره، وراه عرفت المسائل هذا الشيء كاع الناس كيعرفوه وتيعرفوه حتى المسؤولين تيعرفوا هذه القضيه. اوكي بغينا نكونوا ليديك خدامين لينا وكن متقدمين، عندنا الخدمه بزاف وبما يبقاش عندنا الفيضانات والضايات عندنا بزاف في المغرب. مسؤولين كل اللي تيقوم بمسؤوليه، اغلبيه كنقول نجيك من الاخر اغلبيه شفاره كامله، ما تدي سيدنا الله يخليه لنا كيعطيهم الفلوس باش يصلحوا لنا البنيه التحتيه، الاغلبيه ديال الناس يديروا الفلوس في الشكاره وتمشي، هما تيصلحوا واجبك تيقولوا لي حنا راه كنصلحوا وما كيصلحوا ما والو. خاصهم يخدموا ويقادوا الطرقان ويقادوا يزفتوا ويقادوا القوادات ولا فهاد القادو يصلحوا هذه.
اليوم مشاهدينا سولنا الناس واش المغرب كيتوفر على بنيه تحتيه قادره على تحمل التساقطات المطريه، وللاسف جل الاراء كتاكد على ان البنيه التحتيه مازال ضعيفه والمسؤولين غائبين اللي ممكن انهم يصلحوا في هذه المساله. نهايه الحلقه، شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.